رحلة مجانية لتايلاند، تلك التي يقترحها أكبر فضاء تجاري بالدار البيضاء على زواره. المهرجان التايلاندي بالمغرب نكتشف من خلاله مقومات الحضارة التايلاندية الضاربة في عمق التاريخ البشري. سركتي رامجيت فيس. إنها فعلا تجربة فريدة تلك التي عاشها رواد هذا الفضاء التجاري ليلة أمس بمناسبة افتتاح الأيام الثقافية والتجارية للمملكة التايلاندية. فالتظاهرات تعكس عمق علاقات الصداقة التي تربط المملكتين المغربية والتايلاندية وتبرز مدى غنى وتنوع الثقافة التايلاندية. المغرب والتايلاند بلدان تجمعهما صداقة متينة، لكن يجب علينا التفكير في تطوير مشاريع اقتصادية بيننا وأيضا التعريف بمؤهلاتنا وبفرص الاستثمار بالبلدين. هذه الأيام الثقافية والتجارية للتعريف وتقديم ما تزخر به من الرصيد الحضاري، كما تأتي هذه الأيام لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين المملكة المغربية والمملكة التايلاندية. المهرجان تخللته مجموعة من العروض والأنشطة الفنية والتراثية، اكتشف عبرها الزوار المؤهلات السياحية التايلاندية وما توفره من إمكانيات لتقوية مجالات التعاون بين البلدين. في تايلاند موجود النقش على الأخشاب والأحياء الفاخرة، ولكن الآن نؤرد بالنقش والفواكه والخضروات فقط. حرصنا هنا على عرض مختلف أوجه الحضارة التايلاندية، موسيقى، رقص، رسم، وأيضا نحت على الخضر والفواكه. باش تعرفوا أكثر على البلد وعلى الناس، يعني تظاهر بحال هكا كيجيو وكيهضروا مع الناس، كيبخان دي بروشور، كيطرحوا أسئلة، كيحاولوا يفهموا يتقربوا من هذا البي اللي هو بلد جميل جدا وزعما يستحق العناء. على مدى 4 أيام سيستمتع رواد هذا المهرجان بفقرات فنية متنوعة يؤسسها فنانون تايلانديون يطمحون إلى التعريف بمهارات وإبداعات وإنتاجات الفنان بهذا البلد الآسيوي العريق.